ألقاه فضيلة الشيخ العلامة الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ستكون فتنة صماء بكماء عمياء، من أشرف لها استشرفت له، وإشراف اللسان فيها كوقوع السيف. نعم، وهذا مثل الحديث الذي قبله: ستكون فتنة عمياء صماء بكماء، يعني أن أهلها لا يسمعون ولا يتكلمون بخير ولا ينظرون ما فيه مصلحة للناس، وإنما يصرون على دفع هذه الفتن ونشرها دون تراجع أو قبول للنصيحة، بل يندفعون في نشرها. هذا ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا نظرنا إلى الواقع اليوم ربما يكون داخلا في هذا الحديث من هذه الفتن التي لا تقبل ولا يقبل أهلها كلاما ولا مناصحة ولا بيانا، وإنما هم مندفعون في شرهم وينفذون شرهم من غير تراجع، فهذه يكون اللسان فيها أخطر من السيف. اللسان هذا في خطر، اللسان لا سيما في وقت الفتن، وأن الإنسان في وقت الفتن يجب عليه إما أن يتكلم بالحق ويبين، فإذا لم يكن عنده مقدرة أو عنده مقدرة لكن منع من ذلك فإنه يسكت، لأن كلامه لا يجدي أو هو لا يستطيع الكلام، فعليه بالصمت ولا يزيد الفتنة فتنة والشر شرا. ولابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إياكم والفتن فإن اللسان فيها كوقع السيف. إياكم هذه كلمة تحذير، إياك هذه كلمة تحذير، والفتن منصوب على التحذير، لأن إياك بمعنى احذر، إياك بمعنى احذر، فهو يعمل عمل الفعل، يعمل عمل الفعل، احذر الفتن والمشاركة في إيقادها ونشرها باللسان. الإنسان جالس في بيته أو عند المذياع، يعني عند الإذاعة أو عند الأشياء وسائل الإعلام التي تنشر الشر، ويتكلم بلسانه، يفتي بغير حق، يروج الباطل وهو جالس في مكانه، ينشر الشر في المشارق والمغارب. هذه فتنة خطيرة جدا، فعلى المسلم أن يحفظ لسانه في هذه الفتن، وأن لا يتكلم إلا بخير أو يسكت.